그치야 꿀득실개로 거지. 스카 다리 해볼 소리 비야로. 막 약간 시야 꿀. 그런데 팔마 없다 그치 그. بارك الله اللهم بارك اخوتي في الكومونتير. هذا راه وليد الصحه ديالو بخير هي الولاده والناس اللي ما عارفينش شنو هي هذه. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم اخوتي حماق ديال بصح مصدر ديال بصح والفكره هربانه كيف عارفين اخوتي من شحال هذه وانا كنقول لكم ديانا قربت تولد ديانا قربت تولد واخيرا اخوتي ديانا قول واخيرا اخوتي ديانا ولدات اليوم غادي نبارطاجي معكم شحال ولدات من وليين والوليدات ديال ديانا والوليدات ديال ديانا. كي قلت لكم الوليدات راه ديالكم اخوتي اللي بغى اخوتي يربح وليد من وليدات ديانا ما عليكم غير تخليو لايك نوصلوا 400,000 ابوني هنايا في يوتيوب اخوتي وديروا شي 10,000 كومونتير اخوتي. لي كومونتير هما اهم حاجه فرقعوها في لي كومونتير اخوتي. الناس اللي بغاو يربحوا وليدات ديانا اول حاجه شريت واحد الكلبه لابرادورات هي غادي نبارطاجيها معكم شحال وانا شاريها اخوتي دابا لمده شهر دابا عندها 3 شهور جبتها فاش كان عندها 55 يوم. غادي نخلي لكم واحد القطه تشوفوا فاش مشيت جبتها كانت صغيره ومن بعد غادي نوريها لكم قداش ولات وغنوريكم الدراساج عابس غادي نوريكم ديانا وليدات ديانا. فوالا كيف ما كتشوفوا جينا للمنصوريه باش ناخذوا هذه الكليبه عندها 55 يوم اللي غادي تكون اول كليبه في السيرفيس ديالنا ناني سيرفيس. كي قلت لكم تبارك الله زوينه الكولور ديالها زوين لابرادوره وكي قلت لكم عندها 55 يوم شي حاجه اللهم بارك. ها نتوما الكولور ديالها زوين وكل شيء. دابا غادي نديوها باش نبداو معاها في لو سيرفيس ديالنا. المهم ما غاديش نطول عليكم هنايا حدكم غادي تشوفوا الكلبه ووريكم انني جيت خديتها من المنصوريه وغادي ناخذ الكلاب من المغرب كامل. فوالا كيف ما كتشوفوا هذه الكليبه اللابرادوره اللي قلت لكم شريتها اخوتي. هذه الكلبه شريتها فاش كان عندها 55 يوم وجبتها خدمت معاها الدريساج وعندنا هذا الكروكيت هذا اللي كنعطيه ليها. هذا الكروكيت كاين في السيرفيس ديالنا ناني سيرفيس. ناني سيرفيس اخوتي كنبيعوا فيه الكروكيت اكسسوار ديال الكلاب وكنبيعوا فيه حتى الكليبات ليكم نتوما الناس اللي خاصهم. غادي نخلي لكم واحد النمره غادي تبان لكم غتكون حتى في الديسكريبشن ونخلي لكم انستغرام ديال ناني سيرفيس. هاد السيرفيس اللي كندير اخوتي في النمره بعدا اول حاجه راه ماشي انا اللي كنجاوب وكيف ما كتشوفوا هاد الكليبه دريسيتها وراه ديسپونيبل للبيع اخوتي اللي بغى يشريها مرحبا تواصل معايا في النمره راه ماشي انا اللي كنجاوب الناس اللي دايره اخوتي تما كيجاوبوا واللي بغى شي معلومه مرحبا. وكيف ما كتشوفوا هاد الكروكيت هذا راه هو اللي كتاكل الكلبه دابا انا غنوريكم شويه ديال الدريساج زيد. وهاد الكلبه هادي اهم حاجه سميوها في لي كومونتير نتوما اخوتي سميوها في لي كومونتير باش نعطيوها شي سميه بما معناها. تعطيه لمو كتلحسو مزيان من بعد كتشد الوليد كتشد ليه فمو بحال ما هكذا كتحلو غير بشويه باش ديانا وكتمشي بحال ما هكذا كتانستالي بحال ما هكذا فهاد البلاصه هكا كتبقى معاه بشويه بشويه اين فوا غيشد الريتم ديال الرضاعه كتبقى مورك عليه صافي كيبدا يرضع كتطلقو صافي هو شد البزوله وديانا راه باغا تزيد تولد كتاكل داكشي ديالو اخوتي قطع لي الحبل السري ديالو مزيان صافي كتحط لها هي كتكلف اي فوالا كيف ما كتشوفوا هي ديانا محبوبة الجماهير. كي قلت لكم اخوتي الناس اللي بغاو يربحوا غيخليو كومونتير وضروري تابوناو عندي ودوزو عندي الانستغرام تابوناو هنا اخوتي خصنا نوصلوا 400,000 ابوني في اقرب وقت. كيف ما كتشوفوا جبت لديانا الماكله حيتاج ديانا والده طبيعه الحال جبت لها الماكله اللي عزيزه عليها اللي هي العناق اخوتي. هاد العناق اللي غادي يسولنا اخوتي بشحال دايرين دايرين ب 10 دراهم الكيلو كنجيبو من الكلبه حاليا عند الكروكيت ديالها ولكن كنزيد العناق حيت فيهم البروتين وداك الشيء. كيف ما كتشوفوا ديانا كي كدير لهم تشدو كتحيدو عليها بالزربه وكيف ما كتسمعوا الوليدات الوليدات اليز بخير. غادي نوريهم لكم دابا اخوتي قديدات ووليدات زوينين تبارك الله وليدات ديانا كيف عارفين كيطلعوا واعرين شي حاجه تبارك الله. دابا ناعسين ما بغيتش نفيقهم غنوريهم لكم اللي فايق هو اللي غنمشيو نهزو اجي نوريهم لهم. فوالا اخوتي كيف ما كتشوفوا اما الوليدات كل واحد شاد البلاصه ديالو فوالا اما كل واحد في الناعس هذا فايق غادي نهزو نوريه لكم فوالا كيف ما كتشوفوا اما الوليدات تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. ها نتوما زين ها نتوما باغي كاع محلو العوينات ديالهم شو مسكين تبارك الله اللهم بارك اخوتي في الكومونتير. هذا راه وليد الصحه ديالو بخير هي الولاده والناس اللي ما عارفينش شنو هي هذه هي اللعيبه فين كتولد الكلبه
او ميم طون دير ليها الجورنال باش كي ديانا باغا تاكل بدات الحوريه باش نعطي ديانا تاكل وانا معاكم. خليو لايك خليو لايك ديما عطيت ديانا تاكل اكي ديانا. فوالا كيف ما كتشوفوا هاد الوليدات اخوتي شحال وانا تنقول لكم هاد الوليدات راه ديالكم ودابا راه جات الوقيته انهم تولدوا الحمد لله كلشي على خير وبخير وان شاء الله ان شاء الله في انفو غادي يوليو وليدات كيقدروا ياكلوا بوحدهم. غادي نقول لكم شكون اللي ربحهم وكيفاش غادي نعطيهم ليكم وبزاف د الحوايج زين ان شاء الله. داكشي علاش تابوناو وخليو لايك وكنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم اخوتي. بارطاجيت معكم الكليبه اللي شريت وبارطاجيت معكم ديانا ووليداتها وغنبارطاجي معكم هاد المالينو هادي وغنعاود لكم القصه ديالها بخلاصه. هاد المالينو جابوها ليا جوج ديال الدراري اخوتي دقوا عليا في الدار عطيتهم الدواء قلت لهم ما نقدرش ندخلها عندي حيت الكلبه عندي والده وغادي يمرضوا ليا الوليدات ديال ديانا. مشاو اخوتي وداو الدواء من عندي والغد ليه في الصباح جاوا لاحوا ليا حدا الباب ديال الدار حيت ما عرفوش كيفاش يتعاملوا معاها وانا بقات فيا جبتها ودخلتها عندي وريسكيت وخا الوليدات ديال ديانا عندي ريسكيت ودخلتها ودابا اخوتي راه 4 ايام وهي عندي كنعطيها في الدوايات هادو دي زونتيبيوتيك هذا هو ديال الردان وتنوكلو غير الصوب هي انتيوا كنوكلها غير الصوب اخوتي والحمد لله راه قرب الحمد لله الحاله ديالها غدا وكتحسن وان شاء الله غادي تولي بخير. كنعطيها الماء كنعطيها كلشي نتبع لها الدوايات ديالها وان شاء الله غادي تولي بخير ونوريكم الطريقه باش كنعطيها الماكله. بقات عندنا هنا واحد شويه الماكله غادي نبارطاجي معكم هاد الكليبه كيفاش كنوكلها حيت ما كتقدرش تاكل وعارفين اخوتي البارفو الكلب ما كيقدرش ياكل. كندير بحال ما هكا كنشد الكلب وكنغسل ليه السيرين بحال هكا وكنعطيه ياكل والكلب راه ولف الماكله من عندي بحال ما هكا. وان شاء الله دعيو مع هاد الكليبه تاهي في الكومونتير تشافوا وتولي بخير. هادشي اخوتي كنديرو في سبيل الله داكشي علاش اخوتي بغيت منكم نتوما تبارطاجيو هاد الفيديو تخليو لايك شي حاجه اللي بسيطه في حقي وشي كومونتير زوين تموتيفيوني. وكي قلت لكم الوليدات ديال ديانا راه ديالكم اصلا ما كاينش شي واحد في المغرب اصلا غتلقى شي واحد والده ليه كلب غيشد الاولاد كاملين وغيفرقهم عليكم اخوتي ولكن راه طبيعه الحال ضروري الناس اللي كتستاهل الناس اللي غادي تقدر تربي الوليدات والناس اللي قادره انها تربي كلب والناس اللي قادره انها تشري ليه الماكله ديالو قادره او عندها فين تحط الكليبات. راه ماشي اي واحد غادي نجي ونبدا نعطيها انا بحال شي مسطي. طبيعه الحال غادي نبغي السلامه ديال الوليدات ديال ديانا ونبغي نشوفهم في احسن حال. هادشي اللي كان في الفيديو ديالنا اخوتي كنتمنى يكون عجبكم وشكرا لكم بزاف على السبورت ديالكم. عارف راسي غبرت عليكم بزاف ولكن جايين بلانات زوينين ان شاء الله. بارطاجيو هاد الفيديو نوصل 400 الف ابوني كاينين بزاف ديال المفاجات موجودين لكم. كنبغيكم اخوتي دير بصح حتى الله فراسكم نشوفكم في فيديو جاي باي. معكم زكريا ناني اشهر مربي كلاب في المغرب. اليوم جيت باش ندوي لكم على واحد البروجي ناني سيرفيس مشروع لاول مره في المغرب واللي غادي يقدم لكم بزاف ديال الخدمات. بغيتي تشري كلب ومن عند شخص ثقه مرحبا بك عندنا كنتكلفوا لك بالكلب من ا حتى لزاد وهذا الشيء كامل لاول مره في المغرب. والاغلبيه ديال الناس فاش كيبغيو يشريو كلب كيبغيو يشريو كلب مدرسي وهذه حاجه صعيبه باش تلقاها في السوق غادي تلقاها عندنا. وفي ناني سيرفيس كنوفروا لكم الكروكيت وغادي يوصلك حتى لباب الدار. عندنا خدمه ما بعد البيع يعني كنبقى نهضر معاك وكنتكلف لك باي مشكل غادي تواجهه. والا بغيتي تستافد من خدمات ناني سيرفيس ما عليك غير تواصل معنا عبر الانستغرام فيسبوك ولا على الواتساب.